السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا تتمة الامتحان ديداكتيك مادة اللغة العربية دورة 2019، وصلنا للوضعية الثالثة والسؤال اللي كيقول اقترح أو اقترحي تخطيطا ديداكتيكيا لمرحلة بناء مفهوم المفعول المطلق. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غادي نتعرفوا على كيفية تخطيط جدادة في مكون التراكيب، أن تعرفوا أيضا على المراحل الأساسية اللي كيمر منها درس في مكون التراكيب، وأيضا هاد الجدادة اللي غنخدم معكم اليوم فهي صالحة لأي درس في مكون التراكيب، سواء المفعول المطلق، المفعول لأجله، سواء البدل أو العطف أو التمييز أو الحال إلى غير ذلك. فهاد الجدادة صالحة لجميع دروس مكون التراكيب. ولكن قبل ذلك أصدقائي، كنبغي نشكركم بزاف، كنشكر الناس اللي عاد دخلوا عندي، مرحبا بكم. وأيضا كنوجه واحد الشكر للناس اللي سولت عليا، سواء في الفيسبوك، سواء في الواتساب، سواء في خلت لي تعليق على سبب الغياب، فكنشكركم كاملين وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح في المسير ديالكم، وكنتمنى أيضا نكون عند حسن الظن ديالكم. إذن على بركة الله غادي نبداو الفيديو. الوضعية الثالثة أعطونا واحد نص الانطلاق، من خلال يعني هذا النص غادي نجيبو على هذا السؤال ديال تخطيط ديداكتيكي لمرحلة بناء مفهوم المفعول المطلق، ويتم تدريسه في المستوى الخامس ابتدائي وأيضا في المستوى السادس ابتدائي. وكما كتعرفوا أن من المستوى الأولى ابتدائي، من السنة الأولى ابتدائي إلى حدوث السنة الثالثة ابتدائي، فالقواعد اللغوية والأساليب تقدم بشكل مستضمر، يعني يتم اعتماد مبدأ الاستضمار، أي أن يعني في السنوات الثلاث من التعليم الابتدائي ما كنقدموش دروس في الصرف والتحويل، دروس في التراكيب، دروس في انطلاقا من السنة الرابعة ابتدائي إلى حدود السنة السادسة ابتدائي، فكنقدمو دروس في مكون التراكيب، في مكون الصرف والتحويل، في التعبير الكتابي إلى غير ذلك، يعني يتم اعتماد مبدأ التصريح. إذن على بركة الله غادي نبداو الآن في التخطيط الجدادة. واحد العناصر تقنية، يعني لابد لك كمترشح أو كمترشحة أنك ديريها، وهذه العناصر تسمى برأس الجدادة. يعني في بعض المراجع غادي تلقاو رأس الجدادة، بعض المراجع غادي تلقاو البيانات الخارجية للجدادة إلى غير ذلك، فهي بحال بحال. فهذا رأس الجدادة كتكون واحد العناصر تقنية ثابتة، يعني لابد أن تذكر، يعني لابد أنك دير هاد العناصر هادو. فكدير المستوى، إذا كنت يعني عارف المستوى الموجه اللي موجه ليه داك الدرس، مثلا بحال هنا المفعول المطلق فهو يدرس في الخامس ابتدائي وفي السادس ابتدائي. اذا سواء غندير الخامس ابتدائي او سواء غندير السادس ابتدائي، كان مثلا حيت كاينين بعض الاسئله اللي كيحددوا لك المستوى، كيقول لك ان المستوى يعني المستوى الثالث ابتدائي او الرابع، عفوا قلت ان المستوى الثالث ما كندرسوش فيه الدوائر اللغويه، عفوا. فاش كيحددوا لك المستوى فانت كدير المستوى، الا ما حددولكش المستوى وانت يعني ما عارفش، ما متاكدش من ان هذا الدرس ديال مكون التراكيب كيتقدم مثلا في السنه الخامسه او في السنه السادسه، فمن الاحسن ما ديرهاش. اذا ننتقلوا للمكون، المكون ضروري انك دير المكون. المكون هنا عندنا مكون التراكيب، الموضوع هو المفعول المطلق، المدة الزمنية هي 30 دقيقة، لأن وفقا للمنهاج الجديد، يعني لأنه كما تعلمون راه تم تنقيح المناهج ديال الخامس والسادس ابتدائي، ولكن باقي ما توصلت بمعلومات يعني كافية باش أنني نقدمها لكم، فقط يعني معلومات سطحية. فإن شاء الله فاش غادي يكون واحد الثالث ديال المستوى الخامس ابتدائي والسادس ابتدائي، فاكيد غادي نتشارك معكم اصدقائي وغادي ندير فيديو غادي نتحدث على اهم المستجدات
اللي جات بها هاد التنقيح والتصحيح ديال المناهج. ولكن هاد المدة الزمنية فأنا متأكدة منها 30 دقيقة وعدد الحصص حصة واحدة، سواء في مكون التراكيب أو مكون الصرف والتحويل. إذا ننتقلوا الآن للأهداف العامة. الأهداف العامة بالنسبة لهذا المفهوم اللي هو المفعول المطلق، فالأهداف العامة أن يتعرف المتعلم أو المتعلمة على مفهوم المفعول المطلق. هذا هدف تعليمي، ودائما في الأهداف التعليمية ديروا هاد أن يتعرف المتعلم، وكتبوا بين قوسين المتعلمة، يعني بحال هكا كيعطيك واحد البليس، والمصحح كيعرف أنك يعني مطلع على دلائل، مطلع على كتب، على مناهج، إلى غير ذلك. إذا كتبوا أن يتعرف المتعلم، ودير بين قوسين المتعلمة على مفهوم. إذا كان هنا عندنا المفعول المطلق، فكنقولوا المفعول المطلق مثلا كان شي مفهوم آخر، مثلا مفهوم التمييز، مفهوم الحال، مفهوم البدل، العاطف، التوكيد، إلى غير ذلك. يعني في الأهداف التعليمية كديروا أن يتعرف المتعلم على يعني ديك الظاهرة اللغوية اللي عطوك. بالنسبة للهدف الثاني، أن يميز المتعلم أو المتعلمة بين أنواع المفعول المطلق، لأن كما تعلمون المفعول المطلق فكاين المفهوم ديالو اللي هو واحد المصدر، مصدر دائما يأتي منصوب، وكاينين أنواع المفعول المطلق. يعني كاين المفعول المطلق يأتي لبيان نوعيه أو لبيان عدده أو لتأكيده إلى غير ذلك. وأيضا أصدقائي خصكم أخوتي تكونوا ضابطين داك المفهوم، مثلا مفعول المطلق خصني نكون قارية المفعول المطلق، عارفة الأنواع ديالو، عارفة كيفاش كيجي، باش أنني نقدر، فهذا كيسهل عليا أنني ندير جدادة في المفهوم اللي تعطى ليا. إذا الوسائل التعليمية هي دوك الوسائل اللي كيستعملها السبورة، كراسة المتعلم، مثلا صور، أو مثلا إذا استعملتي الحاسوب كتكتب الحاسوب، استعملتي المصلات الضوئي كتكتب المصلات الضوئي. فهاد الوسائل التعليمية يعني أي وسيلة استخدمتيها فكتكتبها في الوسائل التعليمية. وأيضا كتبت هنايا نص الانطلاق، كتبت نص الانطلاق علاش؟ لأنه أعطوني هاد نص الانطلاق في الوضعية الثالثة، أعطوني واحد نص الانطلاق، وفي الأسئلة يعني قالوا لي انطلاقا من هذا النص، يعني هذا هو الدعامة اللي غادي نستعملها باش نبني المفهوم ديال المفعول المطلق مع المتعلمين. وأيضا كننتقلوا لصيغ العمل. صيغ العمل يعني فرضي، قد تكون يعني فرضية، يعني هناك يعني أنشطة غادي يقوم بها المتعلم بصيغة فردية، هناك أيضا مثلا أنشطة غادي يقوم بها المتعلم بصيغة ثنائية، إلى غير ذلك. فهاد صيغ العمل أنت كدير صيغ العمل اللي غتخدم بها. مثلا قلتي في الجدادة بأنك مثلا غتخدم بالمجموعات، فكتب العمل في شكل مجموعات. مثلا كتبتي أن في الجدادة ديالك أن العمل غادي يكون فردي، فيكون فردي. إذا هاد صيغ العمل مرتبط بالتدبير ديالك الجدادة، يعني الأنشطة التعليمية التعلمية. إذا كان العمل بصيغة فردية فكتكتب فردي. فمثلا ما غاديش مثلا هنا في صيغ العمل تكتب العمل في مجموعات، وفاش غادي نجي الجدادة ديالك البيانات الداخلية اللي عندك في الجدادة وما نلقاش العمل في مجموعات، فهذا يعني خطأ فادح. فإذا كنتي غادي تخدم بالمجموعات وغادي تذكرها في الجدادة ديالك، فماشي مشكل كدير العمل في مجموعات. مثلا ما غاديش تخدم بالمجموعات فما تكتبهاش، يعني في هاد صيغ العمل فقط كتكتب يعني صيغ العمل اللي غادي تخدمها انت في الجدادة. الان غادي ننتقلوا للمراحل ولتدبير الانشطة التعليمية التعلمية. ففي الجدادة انا كنفضل انه تكون عندي جوج خانات، خانة فيها المراحل وخانة فيها تدبير الأنشطة التعليمية التعلمية.
مثلا في بعض المراجع الاخرى، او مثلا في بعض الجدادات اللي كتلقاوها متداوله في الفيسبوك، في المجموعات ديال الفيسبوك، او مثلا في الحسابات على الفيسبوك، فكتلقاو مثلا بعض الجدادات اللي فيها ثلاثه ديال الخانات حتى الاربعه. ايضا كيدير لك هنايا صيغ العمل، يعني كيدير واحد جدول كيدير خانه اخرى كيدير فيها صيغ العمل، يقدر يدير لك خانه اخرى، يدير لك الوسائل التعليميه المستعمله. فكنصحكم يعني، وشخصيا ايضا في العمل كنخدم بهاد الجداده هذه، كندير في واحد الخانه المراحل، في الخانه الاخرى كندير تدبير الانشطه التعليميه التعلميه وقت. اذا المراحل ديال الجداده في مكون التراكيب، فكاينه مرحله يعني كاينه وضعيه الانطلاق، وفي بعض المراجع الاخرى قد تجدون تمهيد او قد تجدون تذكير، وضعيه الملاحظة والاستكشاف، كاين التحليل، الاستنتاج، التطبيق، التصحيح، والتقويم والدعم. إذا هادو هما المراحل ديال درس في مكون التراكيب، وغادي نتعرفوا عليهم بالتفصيل الممل. إذا في وضعية الانطلاق، فهاد وضعية الانطلاق فكندير واحد تقويم تشخيصي فقط، يعني كتكون المدة ديالو وجيزة ما كيتجاوزش 5 دقائق، وكندير واحد تقويم تشخيصي للمكتسبات السابقة. وبالنسبة للمجزوءة ديال التقويم او تقويم التعلمات، فدرت واحد الفيديو وشرحت فيه الانواع ديال التقويم، الادوات ديال التقويم، الاهمية ديال التقويم الى غير ذلك، فغادي نخليه لكم في صندوق الوصف اللي بغيت تفرج فيه، فراه مفيد جدا. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هي وضعية الانطلاق. فهذه وضعية الانطلاق كما قلت كتكون فقط واحد تذكير بالمكتسبات السابقة، كدير مثلا يعني تقويم تشخيصي، تذكير المتعلمين بالمكتسبات السابقة. مثلا بالنسبة لنا حنايا في الخدمة كتكون عارف يعني الدرس اللي قبل من هذا المفعول المطلق، فكدير كتحدد يعني التقويم التشخيصي على ذاك الدرس، يعني كتذكر هذاك الدرس اللي قمت به سابقا. بالنسبة لكم انتم كمترشحين فقط ديروا تذكير بالمكتسبات السابقة فقط، يعني لانه راكم عارفين ضيق الوقت وما غاديش يكفيك الوقت انك تبقى تفكر بزاف يعني علاش غدير هذا التقويم التشخيصي الى غير ذلك، ففقط دير تذكير بالمكتسبات السابقة، او طرح اسئلة حول المكتسبات السابقة الى غير ذلك. وهاد وضعية الانطلاق الهدف ديالها هي تهيئ المتعلمين والمتعلمات في الدخول في صلب الموضوع. هذا هو الاهمية ديال وضعية الانطلاق، يعني كندير واحد تقويم تشخيصي، تذكير بالمكتسبات السابقة، وايضا في هاد وضعية الانطلاق كنصرح بالموضوع ديال اليوم ديال هاد الدرس هذا، وايضا كنوريهم الاهمية ديال هاد الدرس هذا. الان غادي ننتقلوا للمرحله الاخرى اللي هي الملاحظه والاكتشاف، هذه سميتها الملاحظه والاكتشاف. اقرا نص الانطلاق وادعو المتعلمين لقراءته بالتناوب. اذا في هاد الوضعيه، في هاد المرحله ديال الملاحظه والاكتشاف، فانا كنقرا هاد النص هذا، يعني كتقول أقرأ نص الانطلاق اللي هو هذا، وأدعو المتعلمين والمتعلمات لقراءته بالتناوب بصيغة فرضية، يعني بحال هكا غادي تبين للمصحح أنك مثلا يعني ضبط المسائل ديالك. وفاش غتقول بصيغة فرضية، فهنا كتبين أن صيغ العمل غادي تكون بصيغة يعني فرضي، يعني غادي يقراو بالتناوب. اذا هذه المرحله الاولى. بعدها استدرج المتعلمين والمتعلمات الى فهم نص الانطلاق من خلال الاجابه على الاسئله التاليه بشكل فردي، يعني الاستاذ غادي يطرح هذه الاسئله هادو وغادي يجاوبوا عليها المتعلمين بشكل فردي. واحد الملاحظه، فاش ديروا الجداده ديالكم يعني تحدث بصفتك انت، يعني كأستاذ، انت مثلا أستاذ أو أستاذة، استعملي صيغة يعني المتكلم، انت اللي كديري الجدادة أو انت اللي كديري الجدادة، فتحدث بصيغة
المتكلم، ما ديرش يستدرج الأستاذ المتعلمين، لا دير استدرج المتعلمين والمتعلمات إلى فهم نص الانطلاق من خلال يعني الإجابة على الأسئلة التالية: ماذا قال الأستاذ لسعيد؟ كيف يحرص سعيد على احترام الوقت؟ كيف تسير الحافلات؟ إذا المتعلمين غادي يجاوبوا هذه الأجوبة هذه، وغادي نقوم بتدوينها على السبورة. إذا بعد الإجابة يعني الإجابات غادي تكون بصيغة فردية، غادي نحددها، غادي نقول يجيب المتعلمون والمتعلمات على الأسئلة بصيغة فردية، وبعدها أدون الأجوبة على السبورة وأوجه المتعلمين والمتعلمات ملاحظة الكلمات المكتوبة بلون مغاير. مثلا: أنت تحرجني إحراجا، أحرص حرصا شديدا على احترام الوقت، تسير الحافلات سير السلاحف. إذا المدرس فاش غادي يجاوبوا المتعلمين على هاد الأسئلة غادي يكتبهم في السبورة، وغادي يكتب هاد الأفعال وهاد المصادر بلون مغاير، وغادي نوجه المتعلمين والمتعلمات لملاحظة يعني الكلمات المكتوبة بلون مغاير. هذه في مرحلة الملاحظة والاكتشاف، هذه في مرحلة الملاحظة والاكتشاف. مثلا ولنفرض ما عطاوكش واحد نص الانطلاق، مثلا قالوا لك غير مثلا اقترح تخطيطا لمفهوم كذا وكذا الى غير ذلك. ففي هذه الحالة مثلا انت غادي تعطي جمل من عندك، يعني في هذه وضعية الانطلاق عوض ما تقول مثلا أقرأ النص وأدعو المتعلمين والمتعلمات لقراءته بالتناوب، فقط قل أكتب الجملة التالية على السبورة، أكتبهم، اكتب الجملة الأولى، الجملة الثانية، والجملة الثالثة، لأنك خصك تكتب دوك الجمل. بعدها غتقول أقرأ الجملة المكتوبة على السبورة وأدعو المتعلمين والمتعلمات لقراءتها بالتناوب بصيغة فردية. يعني هذه في حالة أنه ما تعطلكش واحد نص الانطلاق، ما تعطلكش واحد سيبور أنك تخدم عليه الجدادة ديالك. إذا نرجع للمرحلة أخرى اللي هي مرحلة التحليل. إذا بعد مرحلة الملاحظة والاكتشاف خرجنا واحد الجمل تتضمن يعني أفعال، تتضمن الظاهرة اللغوية، يعني مازال ما غنصرحوا بالظاهرة اللغوية. في مرحلة التحليل كنستدرج المتعلمين والمتعلمات لاستخراج الافعال ومصادرها واكتبها في جدول. اذا كنسطر في السبوره ديالي واحد الجدول فيه الفعل وفيه المصدر. اذا المتعلمين والمتعلمات غادي يخرجوا لي الفعل وغادي يخرجوا المصدر ديالو. صافي الفعل تحرج احراجا، احرص حرصا، تسير سيرا. اذا المتعلمين غادي نوجههم الى ابراز العلاقة بين الفعل والمصدر. اذا غادي نوجه المتعلمين انهم يلاحظوا ان مثلا نفس الفعل كتعطى المصدر ديالو، يعني يدير واحد العلاقة بين هذا الفعل وهذا المصدر، يعني خصهم يستنتجوا، يوصلوا لواحد الاستنتاج ان مثلا هذا المصدر راه ديال هذا الفعل هذا، يعني هذا المصدر خرجناه من الفعل نفسه. يعني المتعلمين خصهم يعني يديروا التحليل لهذه العلاقة اللي كاينه ما بين الفعل والمصدر. هذه في مرحلة التحليل. إذا نركزوا معايا، كانت وضعية انطلاق، بعدها مرحلة الملاحظة والاكتشاف، الآن مرحلة التحليل، بعدها ستأتي مرحلة الاستنتاج. يعني الاستنتاج هي غادي نستنتجوا الظاهرة اللغوية اللي عندنا. إذا في هذه المرحلة ديال الاستنتاج يستنتج المتعلمون أن المفعول المطلق مصدر منصوب من جنس الفعل. في هذه المرحلة ديال الاستنتاج فكتبوا الظاهرة، يعني الظاهرة اللي عندكم. مثلا إذا كان المفعول المطلق هو مصدر منصوب من جنس الفعل، مثلا إذا كان المفعول لأجله أيضا كنقولوا مصدر منصوب هو مصدر قلبي إلى غير ذلك. فمثلا كنكتبوا الظاهرة، يعني هنا كنكتبوا الظاهرة اللغوية اللي عندنا. فيستنتج المتعلمون أن المفعول المطلق مصدر منصوب من جنس الفعل، وقد يأتي المفعول المطلق لتأكيد الفعل أو لبيان نوعه أو عدده. وبعدها تقول بأن يعني تعزيز القاعدة بأمثلة مكملة وتوضيحية لأنواع المفعول المطلق. إذا تقدر أنك تجيب واحد الأمثلة أخرى مكملة وتوضيحية لأنواع المفعول المطلق.
ولكن هذا لضيق الوقت، فقط نكتفي باستنتاج الظاهرة اللغوية. بعدها ننتقل إلى مرحلة التطبيق. في هذه المرحلة ديال التطبيق أطلب من المتعلمين والمتعلمات إنجاز النشاط التالي بصيغة فردية. يعني هنا في التطبيق كتقدم واحد الأنشطة، يعني كيقوم المتعلم بالتطبيق ديال الظاهرة. مثلا تقدر تقول لهم إملاء الفراغ بما يناسب، يعني تعطيهم أنشطة ديال إملاء الفراغ بما يناسب. ونفس التطبيق انتبهوا أصدقائي خصكم ديروا النشاط، ماشي مثلا تقول له اقترحوا أنشطة مثلا لتطبيق الظاهرة اللغوية أو لتطبيق المفعول المطلق. لا، حددوا النشاط. يعني مثلا أنا درت النشاط ديال إملاء الفراغ بما يناسب، قرأت القصة، خصو يدير قراءة مثلا كاملة أو لا إلى غير ذلك. فهنايا ثلاثة النقط فهي يعني باش أنه يملأ الفراغ. مثلا رتل القارئ القرآن ترتيلا، يعني غادي يملأ الفراغ بما يناسب. أو لا مثلا نشاط آخر، مثلا نقدر نقول لهم ركب جملا تتضمن مفعولا مطلقا مبرزا نوع المفعول المطلق. هذا أيضا يعتبر نشاط، نشاط يعني لتطبيق المفهوم اللغوي الجديد. أو مثلا هادو كنعطيكم أمثلة، مثلا أقسم المتعلمين. صافي إذا درتي هاد أطلب من المتعلمين إنجاز النشاط التالي، فيعني بارك الله يجعل البركة مزيان. مثلا كاين واحد الفئة أخرى من المترشحين غادي يبغيو أنهم يخدموا على شكل مجموعات، لأنهم في صياغ العمل في دوك العناصر التقنية اللي كتسمى رألس الجدادة، قلنا أن صياغ العمل غتكون العمل على شكل مجموعات. إذا هنايا كنديرو أقسم المتعلمين إلى مجموعات وأطلب منهم إنجاز الأنشطة المدرجة في كراسة المتعلم. مثلا يعني هذا مثال. أو لما مثلا ما ديرش الأنشطة المدرجة في كراسة المتعلم، فقط كتقول أقسم المتعلمين إلى مجموعات وأطلب منهم إنجاز الأنشطة التالية، وكدير الأنشطة إملاء الفراغ أو ركب جملان أو مثلا إتي بجمال، أو لما مثلا كدير لهم واحد الجدول وتعطيهم جمل وتقول لهم يملأوا الجدول بما يناسب إلى غير ذلك. فهادو كاملين يعني تطبيقات كتصلح أننا نخدموهم في هاد المرحلة ديال التطبيق. يعني كتكون واحد التطبيقات كتابية باش أننا نعرفوا واش المتعلم يعني استنتج الظاهرة، واش فهم الظاهرة. الآن في هاد المرحلة ديال التصحيح فقط نقول نقوموا جماعة، يعني هنا صيغ العمل غادي يكون جماعي، بتصحيح الأنشطة على السبورة بمشاركة جميع المتعلمين والمتعلمات. بعدها يصححوا المتعلمون والمتعلمات إنجازاتهم فرديا. إذا ضروري أخوتي أنكم تحددوا صيغ العمل، واش فردي واش جماعي، واش مثلا إذا خدمتي على شكل مجموعات كتقول على شكل مجموعات، مثلا إذا خدمتي بشي بيداغوجية فكتذكر هذه البيداغوجية مثلا إلى غير. مرحلة هي مرحلة التقويم والدعم. ففي هذه المرحلة ديال التقويم والدعم فالأستاذ كيقترح واحد الأنشطة تقويمية لمدى يعني تحقق الأهداف المسطرة يعني في رأس الجدادة. فالأستاذ كيدير واحد تقويم يعني لمدى تحقق هذه الأهداف باش أنه يتمكن من أنه يدير واحد خطة للدعم والمعالجة. إذن هذه التقويم والدعم فأنا ما درتهاش، لأن المطلوب في الامتحان كان فقط مراحل بناء المفهوم، ومراحل بناء المفهوم تشمل الملاحظة والاكتشاف، التحليل، الاستنتاج، التطبيق والتصحيح. إذا هادو كاملين كيدخلوا في مرحلة بناء المفهوم. ولكن في حالة ما لم يعني في حالة أنه ما قال لكش مرحلة بناء المفهوم، فقد قال لك اقترح تخطيطا ديداكتيكيا لمفهوم المفعول المطلق، فأنت مطالب في هذه الحالة أنك دير جميع المراحل من وضعية الانطلاق لحدود التقويم والدعم.